الاكتشافات والعلوم. مرحبا بك في عالم الغد فوتوريس. آن كوليه هي مديرة قسم الخزف اليوناني القديم في متحف اللوفر. ديفيد كولين هو خبير في الكمبيوتر متخصص في التقنية ثلاثية الأبعاد في مركز البحوث وترميم المتاحف الفرنسية. يقع المركز في الطابق السفلي من متحف اللوفر، ومن بين وظائفه المحافظة على الوثائق المتعلقة بعشرات الآلاف من الأعمال الفنية. يعمل ديفيد وآن على دراسة غير منتشرة بعد تتمثل في التقنية الرقمية للأعمال الفنية ثلاثية الأبعاد. هذه الكاميرا تعمل على مرحلتين، تلتقط أولاً صوراً للعمل الفني للحصول على اللون الأصلي باستعمال آلة تصوير رقمية، وفي مرحلة ثانية نستخدم شعاع الليزر لاستعادة الهيكل الأصلي للشيء. يجب دراسة السطح الخارجي للعمل بكل دقة، فلو تمكننا من الحصول على اللون الأصلي للعمل الفني باستعمال الضوء الماسح كما هي الحال مع اللوحات الفنية، سنتمكن من رؤية كل التفاصيل الدقيقة وتخزين هذه المعلومات على جهاز الكمبيوتر. هنا في متحف اللوفر نستطيع سنويا فقط فحص بعض التحف والأعمال الفنية بتقنية ثلاثية الأبعاد، لأن ذلك يتطلب الكثير من الوقت والمال. طريقة العمل التقليدية تستند على دراسة المنشورات الورقية التي تفتقد أحياناً للدقة المطلوبة، وبالفعل فإن التصوير باستعمال تقنية الأبعاد الثلاثية تساعدنا كثيراً في الحصول على صور كاملة للشيء. تسمح لنا هذه التقنية كذلك بتكبير التفاصيل إلى ما لا نهاية، مما قد يوفر لنا معلومات قد لا نستطيع التوصل إليها حتى لو لامسنا المزهرية مثلا. تقنية الأبعاد الثلاثية هذه هي تقنية دقيقة تمكننا من تصنيف نمطي دقيق، وكلما قمنا بالمقارنة نستطيع استرجاع صور الرجال الذين قاموا بالعمل لنحصل في النهاية على صور حية وواقعية. وجهتنا الآن جزيرة كريت اليونانية، مهد الحضارات الأوروبية وموطن الكنوز الأثرية، حيث جاء علماء الآثار ومهندسو الإعلامية وبرامج الكمبيوتر من كل أنحاء أوروبا إلى مدينة هيراكليون لتحديث أبحاثهم. الهدف الرئيسي لاجتماعهم هو تحسين طرق بحثهم وتوثيق التقنية الثلاثية الأبعاد حتى يصبح بإمكان خبراء التراث الثقافي وعلماء الآثار استخدام هذه التقنية بشكل يومي. نلتقي في متحف هيراكليون ديفيد أرنولد المسؤول عن المشروع. لتوثيق التقنية ثلاثية الأبعاد يجب تطوير التكنولوجيا وتوفير تصور واقعي للحالات الشائعة والمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة. والتحدي الكبير يتمثل في التوفيق بين التراث الثقافي العالمي والتقنيات، بحيث نستطيع أن نجد نوعا من التكامل والانسجام بينهما. حمل ديفيد معه إلى هيراكليون جهاز الماسح الضوئي الذي يعمل بتقنية الثلاثة أبعاد، مما جلب انتباه الباحثين اليونانيين في المتحف الأثري. بالنسبة إليهم فإن التصوير باستعمال هذه التقنية هو اكتشاف جديد يدفعهم إلى التساؤل حول آفاق هذه التقنيات الحديثة. That would be very interesting for everyone to see what the object looks like in the end with all the parts from every museum. ترميم واستعادة الأشياء المتناثرة في مختلف المتاحف من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية تستخدم التقنية ثلاثية الأبعاد سيفتح آفاق عديدة. ولتعميم ذلك لا يزال هناك عمل كثير، ووفق ديفيد يجب أن تتطور العقليات كذلك. هذا الميدان لا يستخدم كثيرا هذا النوع من التكنولوجيا،
هذا أمر مبتكر في واقع الأمر ويحظى اليوم باهتمام متزايد، كما أنه يكافئ أعمال الباحثين وحافظي الأعمال الفنية وعلماء الآثار، والكل سعيد بذلك. فضلاً عن المحترفين والمتخصصين، فإن التقنية ثلاثية الأبعاد تجلب وبشكل متزايد اهتمام العموم، وتقوم بعض المتاحف اليوم بعرض بعض الأعمال الفنية عبر الأنترنت باستعمال هذه التقنية. عندما يتعلق الأمر بتحف ذات قيمة، فإنه لا يسمح للعموم بالاقتراب منها وملامستها، وحينما يتعلق الأمر بشيء تخيلي فإن ذلك يصبح أمرا ممكنا، كما يمكن تكبير الشيء ورؤيته من مختلف الزوايا. ولماذا لا نذهب أبعد من ذلك؟ لماذا لا نقوم بإشراك العموم في الحفاظ على التراث؟ في جامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا، قام باحثون بوضع نظام يسمح بخلق نموذج ثلاثي الأبعاد انطلاقا من صور رقمية بسيطة أخذت من زوايا مختلفة. في كل مرة نشاهد القصر من زاوية جديدة ومختلفة نوعا ما، ونقوم بإدخال هذه المعلومات في نظام عملنا الذي يجمع كل نقاط التشابه بين هذه الصور. الميزة الأساسية لهذا النظام تتمثل في عدم حاجتنا مستقبلاً لمعدات خاصة، حيث سنستخدم فقط آلة التصوير ونشحن الصور على الإنترنت، ثم تتكفل أجهزة الكمبيوتر بخلق النموذج في ثلاثة أبعاد. تسمح هذه التقنية للعموم بالمشاركة في صنع الحدث، وهو ما يجري الآن في مجال التكنولوجيا الحديثة، حيث تمنح الفرصة للناس جميعا للمشاركة في الحصول على المعلومة التي تصبح أكثر يسرا. الترقيم باستخدام التقنية ثلاثية الأبعاد هل هو أمر مثالي أم واقع مستقبلي؟ لكن في كل الحالات يجب الانتظار طويلاً قبل أن نهجر وللأبد المتاحف التقليدية.